أهلا وسهلا بالضيوف. يعني بدنا نسجل كليب ونتحدث عن حلقة أنين القاء. السلام عليكم. هلا أمير، هلا أهلا وسهلا، هلا، كيف كيف حالك أخبارك؟ حبيبي؟ حبيبي يا رب. وين يا أمير؟ وين؟ والله في الدار. طب رد على جوالك، رد. والله قاعد في الدار، الدنيا ساقعة طب عليك. هذا عملة تعملها يا أمير؟ ايش هي؟ اللي البني آدم كل ما بكبر كل ما بيعقل، جايين يسألوا عنك المباحث. المباحث عن انا؟ سارق سندوش طحلة والشيكل من الزلمة اللي تحت. انا؟ ها أنا يعني أجوا شباب اتنين معاهم مسدسات ومعاهم مخشرات وبقولوا لي شو اسمه أمير زهد بيشتغل عندك. قلت لهم آه، لهم بقولوا لي هات رقمه. اعطيتهم رقمه ومسكر جوالك ولا مش عارف ايش. بقول لهم ايش الدعوه، ايش القصه؟ بقول لي سارق سندوش طحل من تحت. انا سري سندوش من عنده. طب انا لما بروح بعطي المصاري قبل ما اخذ السندوش. عاد انا بجيب حاجه من دار ابوي. وبعدين مش هو اللي بيحشي، مش هو اللي بيحشي السندوشات وبيعطينا اياهم فيه، وكيف سرقت من عنده؟ مش عارف، حتى بقول لك سندوش ابو الشيكل كمان اللي فيش عليه سلطات. ابو الشيكل بتروح هزل نفسي، بتروح هزل حالي عشان شيكل انا سندوش. والله ما انا عارف، عدك تدير بالك عاد. يعني مصيبة تنحبس 15 سنة على سندوش طحل بدون سلطات. طب ما هو اولى بولى بروح بسرق جمل بدل سندوش. ما هو المثل بيقول لك اللي بده يسرق يسرق جمل ما هو في جمل مفقود على الخط الشرقي. كمان هي يعني بتمزح ابو محمد داعي.